بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا جمهورنا المميز ما شاء الله الحاضر في ميدان ضو، شكرا لجميع اللجان حقيقة العاملة هنا في هذا الميدان على هذا التواصل وعلى هذا الأداء الجميل وعلى هذا التطور يوما بعد يوم. بسم الله على بركة الله وحوضه ينطلق شوط جديد، وهناك جبارة أحمد بن عبيد بن حميدان أول المراكز المايدية لعلي بن حميد الرزي الشامسي، بينما المركز الثاني شودة لراشد نايع الشاوي الأقفلي، ثالث المراكز النقلة على المركز الرابع شديد محمد وسعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الخامس ما شاء الله هناك اللي هي فتنة جمال بن راشد بن شاسب المسافري. هكذا كانت النتيجة حاضرة للمراكز، دعناها عليكم بالتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله المراكز العشر. يا سلام يا سلام، شوف الصراع هناك ما بين هذه الأسامي، شوف التنافس ما بين هذه الأسامي. يا سلام يا جبار، أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي مسيطرا على المركز الأول صامدا على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني فتنة لجمال بن راشد بن شاسب المسافري، وفي المركز الثالث المايدية علي بن حميد الرزي الشامسي من يقدم المايدية في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثالث شودة، رابعا هناك راشد نايع الشاوي الأقفلي. هكذا كانت النتيجة. يا سلام يا بن شاسب، الله يا ابو راشد، جمال بن راشد بن شاسب المسافري. يا سلام، يبغى السلام الى اهالي اراس الخيمة. يا سلام ما شاء الله، 200 متر الاخيرة، الميتين المتر الأخيرة وجماهيرك تشجع حقيقة، يريدونك تبدع يا بن شاسب. المركز الثاني شودة، وصلت راشد نايع بالشاوي الأقفلي في اللحظات الأخيرة اللي فاجأتنا في لحظاتها الأخيرة المميزة. لمن الشوط تهانينا جمال بن راشد بن شاسب المسافر. المركز الثاني راشد بن ناعم الشاوي الأقفلي، المركز الثالث أحمد بن عبيد بن حميدان، المركز الرابع علي بن حميد الرزي الشامسي، وهناك اللي في المركز الخامس اللي مضرب بن سعيد بن حلوة الكتيبي مع المسك. هكذا كانت النتيجة. توقيت الزمن 2:20 و20 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.